بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب. شاهدتم في الحلقة السابقة وأنا قابلت الشيخ الشعراوي مرتين. في مرة قلت له أريد نصيحة للدعاة، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه فقط. يا الله، قال يا أخ سليمان لو ما سمحنا بالخمر ما جانا الزوار والزبائن، فهذا لا يحمد على غنى. كل قلب ليس فيه ساكن صبوة عذرية ما ذاك قلب، فيتكلم عن حب الحق سبحانه وتعالى. لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر، لا 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 نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت قد زورت في نفسي قصة وأعددتها منذ أيام، لكن قبل قليل وصلتني قصة أخرى شدني إليها حاجة المجتمع، وصلتني عبر حسابي في تويتر. قصة لعلي أذكرها وأجدها مناسبة، خاصة وأننا بمأس الحاجة لمثل هذه المواقف. إحدى الأخوات تقول أبكاها زوجها كما يحصل في كل بيت، خصومة مشاكل لا يخلو بيت من مثل هذه الأمور. فتقول فرأيته وقد أخذ طفلته يحملها ويقبلها ويضمها ويشمها، فنظرت إليه وقلت له أتحبها؟ فنظر إلي مستنكرا، وهل أحد لا يحب ابنته؟ فقلت لو أن زوجها أساء إليها أو ضربها أو أبكاها هل ترضى؟ قال والله لأخلقنه ولأقتلنه. قلت لأنك تحبها؟ قالت نعم. قالت وكذلك أنا أبي يحبني، وكذلك أنا أبي يحبني. فكانت رسالة، قصة قصيرة جميلة لكنها رسالة من الزوجة لزوجها. وأنا أقول هذه القصة رسالة لكل زوج، لكل شاب مقبل الحياة، لكل زوجين. الاحترام المتبادل بين الزوجين هو أس هذه السعادة في حياتنا. ذكرني هذا بموقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها، لما كان جالسين، فعائشة رغم صغر سنها إلا أنها كانت ماهرة في حياتها الزوجية، استطاعت أن تكسب قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بذكائها وحنكتها رضوان الله تعالى عليها. كانت جالسة مرة من المرات فمعها شراب فشربت، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه وفن تعامله مع زوجه قام وتحرى مكان فم عائشة من الإناء فشرب من مكان فمها. رسالة رومانسية رائعة يوصلها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى كل زوج، إلى كل زوجين، كيف يكون التعامل والإثارة والاستثارة في معاني الحب في الحياة الزوجية وفي معاني العيش في سعادتنا أو في حياتنا لتكون السعادة. تقول عائشة وكنت أتعرق العرق، أي العظم الذي عليه اللحم كنت أخذه وأنهشه بأسناني، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فكان يضع فمه مكان فيه. سبحان الله،
ما أروع مثل هذه المواقف البيتية. يبكي زوجته فتوصل له رسالة جميلة يوم حمل ابنته الصغيرة الطفلة يقبلها ويشمها. نعم أيها الزوج، كما أنك تحب ابنتك ولا ترضى أن يؤذيها أحد أو أن يمسها أحد بسوء، فكذلك كل أب وكل أخ لا يمكن أن يرضى أن تسيء إلى ابنته أو إلى أخته، فهو أيضا يحبها ويقدرها. أختم بقصة جميلة أو طريفة أو ظريفة. يوم من الأيام اتصل علي أحد الإخوة وقال لي: يا دكتور يا شيخ، هل يجوز أن تخرج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها؟ من خلال سؤالي وطريقة السؤال تبين لي أن زوجته قريبة وأنه حصل بينهم خصومة طازجة الآن وأنه يريد أن يسمعها كلامي. فقلت له بكل هدوء: يعني لا يجوز، لكن على يعني الرجل أن يقدر، وهذه ظروف حياتية وأمر بسيط، لا يكون العسكري الآمر الناهي وإذا به يقاطعني فجأة ويقول لي: أسمعت يا فلانة؟ تعالي اسمعي كلام الشيخ. وإذا أبي أسمع كلام الزوجة من بعيد وهي تقول له: شيخ، أي شيخ؟ هذا ما هو شيخ، هذا سلب من سلابك، عزكم الله وأكرمكم الله. سبحان الله. لعلي أختم ولعل الرسالة وصلت. ألقاكم في حلقة أخرى، السلام عليكم. شوقي نفتح كل باب. أنا خطر ببالي موضوع سورة فاطر ما دام تناول الشيخ أيضا هذه الآية الكريمة فيها، وهو تكلم في قفل الآية بالعزيز الحكيم، ولا شك أن ما أشار إليه من مطلق العزة لله عز وجل والحكمة هو الصحيح. ولهذا جاء في السورة نفسها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهنا يعني تأكيد لهذا المعنى، العزة لله جميعا. ولهذا لا يصح لمسلم أبدا يؤمن بربه عز وجل أن يطلب العزة عند البشر، ومن طلب العزة عند الناس ذل، وهذه مسألة معروفة على مدى التاريخ. فالسورة ترسخ هذه المعاني. ولهذا في أول السورة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالآية تجعل الحمد خالصا لله عز وجل، فأنت لا تحمد إلا الله، حتى إذا حمدت غيره من البشر فإنما تحمده بأن سخره الله لك فأسدى إليك معروفا، وبأن أعطاه الله ما جعله يسدي إليك معروفا. فكل حمد موجه لله. ولهذا ناسب في هذه الصورة كما تعلمون، هي الصورة أصلا للرد على المكذبين، من كذب الرسل ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني ناسب أن تسرد لنا هذه الصورة المخلوقات الله العظيمة التي لا يطيقها البشر أصلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ما زلت في من كلمة فاطر في جاهلا بكلمة فاطر حتى سمعت أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أو أنا الذي فطرها. فعلمت أن فاطر معناها المبدع على غير مثال. وهذا ما ناسب أن يحمد الله في أول السورة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. هذه كلها آيات عظيمة لا يقواها البشر إطلاقا، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ولاحظوا يا إخوان بلاغة القرآن كيف تحصر الموضوع من كل جوانبه وتلمه من جميع نواحيه. المثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل بكم؟ 600 جناح. إذن يزيد في الخلق ما يشاء، لك أن تتخيل هذه الزيادات العجيبة. أيضا في السورة، وأختم بهذا: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالشاهد، وأنا أتكلم مع الأولاد في هذا الموضوع: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طبعا كما تعلمون الكتاب هو كل الكتاب، ومن المفسرين من قال هو القرآن، والقرآن كما تعلمون ورث الكتب السماوية كلها، فأتم الله به الدين وأكمل به النعمة. فأورثنا الكتاب الذين اصطفينا. لما أسأل الشباب في بعض اللقاءات: اصطفينا، من هم الذين اصطفينا؟ مباشرة معظمهم يقول: الأنبياء، لأن مسألة اصطفاء. والحقيقة ليسوا الأنبياء، بالتدبر في القرآن الذين اصطفينا هم أمة محمد، هم الذين ورثوا الكتاب، الذين اصطفينا، بدليل: فمنهم ظالم لنفسه،
طبعا ظالم لنفسه اختلف فيها المنافق الكافر، أما الظالم لنفسه الذي جمع عملا سيئا وآخر صالحا، وكما تعلم وإن كان يعني بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وعمر رضي الله عنه يرى أن الظالم لنفسه هو من هذه الأمة، وأنه إن شاء الله يدخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إنسان يقوم بالواجب، مثل ذلك الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فدله على فرائض الإسلام فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها، فقال أفلح إن صدق، هذا المقتصد. لكن لاحظوا يا إخوة في التدبر في القرآن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا لا يظنن المهتدي الذي من الله عليه بالهداية أن ذلك من عند نفسه، إنما هو توفيق من الله بإذن. لن تكون سابقا بالخيرات إلا إذا وفقك الله لذلك. ولهذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن سابق بالخيرات بإذن الله. وتعجبني كلمة هنا ذكر أخونا الشيخ عايض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا أشهد للشيخ ابن عثيمين بن باز وكلكم تعرفون ذلك، أنهما كانا من أكثر الناس علما باللغة وجماليات الأدب، في جلساتنا معهم يدهشونك بهذا. فالشيخ ابن عثيمين له كلمة رائعة في مسألة التوفيق، أصلا أي عمل تقوم به في الخير هو توفيق من الله، لا تغتر بنفسك، ومن اغتر بنفسه هلك، وهذا دليل قاطع في هذه السورة العظيمة. فابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول ليس التوفيق بيتا تسكنه، ولا ثوبا ترتديه، ولا صديقا تعاشره، ولكن التوفيق غيث إذا أذن الله بهطوله عليك وفقت في الدنيا والآخرة، فهو غيث. ولهذا أيها الأحبة تدبر القرآن فعلا مسألة عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم جميعا وعلى جميع الإخوة الذين يشاهدوننا بالتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يهدينا سواء السبيل، وجزاكم الله خيرا. بالشوق نفتح كل باب، تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء. أما الطنطاوي أختمها، أكبر عالم قرأته في الدعابة، وأكبر يعني حتى أني أنا أهوى كتابات به في قاسم مشترك في الدعابة، فهو الطنطاوي، ومعروف حتى عند الكبير والقاصي والداني يجيدها هو أصلا ويعيشها. يقول في مذكراته وقد رواها مرة، هي أكبر نكتة له وهي موجودة في المذكرات، يقول عينوني في مدينة في سوريا، سماها قال في المدينة هذه في أكرمكم الله مجرى للمجاري المياه القديمة والخمجة مثل النهر تفصل مدرستنا، يقول المدرسة وعن السكن اللي أنا فيه. قال وفي كوبري وضعوا الأتراك خشبة فقط، لا يمر بالسيكل إلا الماهر مرة. قال وأنا متدرب يعني في السياقة ماني ذاك. فيقول ركبت الصباح وفي يقول شيخ معنا أستاذ لنا، يقول فيه تصوف وعنده عمامة ومسبحة ولحية وكتبه معه واسمه طه وسماه في المذكرة. قال وقور، قالوا مريت بقى قالوا عمامة والمسبحة وكذا، قلت يا الشيخ طاهر لو تسمح تركب معي. قال الله يرضى عليك، يقول خايف مني. قلت أسألك بالله نكتر. قال والله الله يرضى عليك تتركني يا شيخ علي. قلت والله تركب معي. قال فاستحى مني وركب بكتبي وجبته والمسبحة واللحية. قال ومشيت. قال أنا عليهم جئت إلى الخشبة هذه، قلت أنا لو مشيت على مهل يمكن أني أرتبك، ما في إلا أسرع شوي. قال فأسرعت. قال وهي أصلا مجرى ما مياه من الخمجة، نسأل الله العافية أكرمكم الله. قال أيوة. فلما يقول أصبحت وسط، قال فناظر تحتي فأرتبك، يقول قالت أرتبكت عيني ويدي. قال فطارت الدراجة مني في الهواء. قال والشيخ طه مساء من بالكتب واللحية والعمامة من وري، قالوا طب في النهر. قال وأنا انفكيت وطبيت على راسه وأنا ما جيد السباحة وعلى عمامته، وارجع يا الدراجة وطبي علينا. وكل ما عاد بيخرج طاها نزلت وغطسته، وعمامته واحدة في جهة والكتب في جهة والجبة في جهة والمسبحة في جهة ولحيته تطفو وتسبح. قال وما ترك لعنة في قواعد نابليون ولا عند هتلر ولا في حمورابي اللي أعطاني. قال فزحفت أنا وياه وجاء واحد يسحبنا، مدري يقول حصلنا يقول كالشجرة وشينا. قال وخرجنا في منطر مزري، قال قطع والله إن يقطعك في الحياة ولا لا تمر بي، حسبي الله عليك ودع علي سائر اليوم. قال فكنت كل ما رأيته من بعيد أصد ولا أرى. فهذه من لطائفه غفر الله لنا وله.
ولكم ولجميع المسلمين. أقول ما تسمعون، نفع الله نفعكم بما سمعتم. بالشوق نفتح كل باب، تلك السواعد باللخاء. على كل، في حي من أحياء دمشق التراثي اسمه سوق ساروجة، في جامع اسمه جامع الورد، كان يخطب به المفتي العام، كان رجل صالح قديما، قصة قديمة جدا. فهذا الخطيب، خطيب هذا المسجد، رأى رسول الله في المنام. وليس من عادتي أن أروي المنامات إلا لأنه هذا المنام متميز. قال له النبي الكريم لخطيب هذا المسجد: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. فهذا الخطيب يعني تألم، تأثر تأثرا بالغا، هو دراسات وعلم وفهم وتجويد وقرآن وخطابة، هذا جاره بقال. فذهب إليه وقال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. رفض أن يقول شيئا. بعد إلحاح منقطع النظير ذكر، قال له: تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الشهر التاسع، إذن هذا الجنين ليس منه، وبإمكاني أن أطلقها وأن أسحقها وأن أفضحها، والدولة معي والشريعة معي وأهلها معي، ابنتهم زانية، لكن أردت أن أحملها على التوبة. فجاء بولاده في الليل، ولدت وحمل المولود تحت عباءته، ووقف أمام جامع الورد إلى أن نوى الإمام الصلاة، فرض الصلاة، ما في حدا. فدخل إلى المسجد، وضع الجنين المولود وراء الباب والتحق بالمصلين. فلما انتهت الصلاة بكى هذا المولود، فاستغرب الناس وتحلقوا حوله. هو تأخر حتى تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حول هذا المولود، فاقترب منهم، قال: خير، ما القصة؟ قال: تعال انظر، لقيت. قال: أعطوني إياه أنا أكفله. أخذه أمام الحي بأكمله على أنه لقيط. فأنا علقت على هذه القصة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل قسري، الإحسان طوعي، بس هذا نقل امرأة من أن تفضح بل قد تقتل لأنها زانية، وجعلها امرأة صالحة بهذه الطريقة. فلذلك أقول دائما في حالات دقيقة جدا الإحسان يفوق العدل. أذكر قصة، في موظف عند تاجر، يعني أثناء الحساب الأخير في السنة في تقريبا مبلغ كبير 70,000، قبض من الزبائن هذا المبلغ ولم يؤده لصاحب المحل، فانفضح أمره. صاحب المحل هم شريكان، الأول أراد أن يسلمه إلى القضاء، الثاني أراد أن يصلحه، فالثاني دفع المبلغ من جيبه وتولى إصلاحه. هذا الإنسان لما دفع المبلغ عنه رده على سنوات عديدة، وتاب إلى الله وحفظ كتاب الله وصار إمام المسجد. وأنا قبل شهرين أو ثلاثة كنت في أمريكا ووجدته، وكان يأم الناس وله دعوة كبيرة في ميتشيغان. سبحان الله، الشريك الأول لو سلمه للقضاء انتهى، أما الثاني غلب الإحسان على العدل. فلذلك الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بالشوق نفتح كل باب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الموضوع هو حديث الأمة وجرحها وهمها وليلها ونهارها وبدايتها ونهايتها، حديث الأمة التي هي في ذيل قافلة الحضارة، والتي جعل من منطقتنا الشرق الأوسط حقل تجارب ومسرح للتنافس العالمي. فأنا أرى وأنتم تركزون على جرح نستطيع أن نتكلم فيه لأنه يومي وقريب وماثل، ألا وهو الفرقة العنصرية
أسبابها التناحر التنافر الذي مس حتى أصحاب الإرشاد والتوجيه والقيم والأساتذة والشريحة العليا في المجتمع، مستويات الجامعة وما بعد الجامعة فوق الجامعة، بل رأينا ذلك في البرلمانات العربية وكيف الكلمات القبيحة بل وتطاول الموضوع إلى الأيادي وما بعد الأيادي كما تعرفون في بعض البرلمانات. هذا الواقع مؤلم. نأتي لما هو يهمنا نستطيع أن نقف أمامه. المستشرقون عندما تمسك الموسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي هذا العقل الجبار أو لمن قبله ومن بعده، تجد هذا الاستشراق والمستشرقون هم طلائع المستعمرين من 300 سنة، درسونا قبيلة قبيلة، لغة لغة، بيئة، جغرافية، هم الذين يفرشون. يعني كان ماسنيون المستشرق الفرنسي الذي في التصوف الذي درس في القاهرة، انظر كيف كان جاسوسا. نيكلسون على أنه تخصص التصوف الإنجليزي، كيف كان يتكلم في الإذاعة البريطانية أيام الحرب. كل هؤلاء جواسيس الآن استغنوا عن المستشرقين، الآن في مستغربين عرب قاموا بالمهمة على عدة مستويات. كما قال صاحب رواية زوار السفارات، من أصدرها يا جماعة عندكم في السعودية؟ شمراني. ها زوار السفارات في كل عالمنا العربي، يصير نشرب شاي قهوة في كل العالم العربي. في كتاب يا سيدنا الدكتور النابلسي جوهري لو كان بيدي لوزعته على كل المثقفين. هذا الكتاب طبعوه في مصر مؤسسة الثقافة بعنوان الحرب الباردة، وألفته واحدة إنجليزية في عمر 36 من عمرها، وهي وجلست بين الوثائق المفصح عنها والرخصة السياسية البريطانية وغيرها، والتقت بالمفكرين والسياسيين والقوة الناعمة. يعني في القوة الناعمة يقول أننا أسقطنا جدار برلين بالأفلام والحلم الأمريكي قبل أن نسقطه بعشرين سنة قبل أن نسقطه. هذا الكتاب الخطير مع السندروز الإنجليزية ذكرت أسماء مفكرين وفلاسفة وأدباء كبار كيف استمالتهم أمريكا من خلال مؤسساتها الثقافية والتبادل الثقافي والتزاور المعرفي. جان بول سارتر، برنارد راسل، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، كل هؤلاء عن طريق وعي أو غير وعي. هذا الآن موجود في عالمنا العربي والإسلامي. المشكلة أن الغرب يكون ناعم في ولائه وعمالته، جماعتنا صاروا يعني مفضوحين لدرجة أنهم وصلوا إلى القرآن الكريم، والذي يقرأ رسالة الدكتورة اللي طبعتها بن حزم وهي رسالة فاخرة لإنسان باحث سوري والطعان، العلمانيون والقرآن، شيء مذهل. وناقشها محمد عمارة وحسن حنفي. حسن حنفي يمثل الجهد على ما سمى محمد عمارة له مصطلح جميل العمالة الحضارية، يمثل الجهد العلماني ومحمد عمارة الجهد. انظر كيف عندما شرح لك هؤلاء الذين يخدمون القرآن للأيديولوجيات الغربية، يعني أدونيس، محمد شحرور، الجابري ربما أخف، لكن محمد أركون، النصر حامد أبو زيد، كتلة من جيوش وحشد وميليشيات العرب الذين هم بني جلدتنا، العمالة حتى على مستوى توظيف النص القرآني للولاءات الغربية من خلال تبني أيديولوجياتهم. هذا إشكال كبير يجب أن يعني ينظر إليه ونحن نتكلم عن الفرقة، لأن هؤلاء يدسون الفرقة بطريقة جديدة مدروسة خطيرة. منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى. تشاهدون في الحلقة القادمة. سافرت إلى سويسرا وذهبت إلى نجمة، حاورتها مشاعرها إصرارها. نجمة صبرت، نجمة احتسبت. أحببته في الله حبا راسخا فأنا بحب المصطفى أتعبد. لكن هذا التسخير هو تسخير تعريف وتكريم. موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، وموقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. هو كتاب يؤلفه إبراهيم الدويش، فتح الرحمن في إصلاح أسنان سليمان الجبيلان. شكرا. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة
والنقى نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.